السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الباسورد الجديد في القناة. إن شاء الله النهاردة معانا الأدابتيف ثري شولدنج. شرحنا المرة اللي فاتت الثري شولد العادي اللي هو الثري شولد العادي والقدس، إن شاء الله النهاردة هنشرح الأدابتيف ثري شولدنج. يعني إيه أدابتيف؟ إيه اللي يفرق الأدابتيف عن العادي؟ الأدابتيف بيقسم الصورة لريجيونز معينة. يعني مثلا إحنا قلنا في الثري شولد العادي إن الثري شولد أو قيمة الثري شولد بتطبق على الإيمج كلها، لكن مثلا في حالة مثلا الصورة دي مش هتنفع. احنا هنا مثلا ايه، في مثلا مناطق انا مثلا ايه عايز في مناطق الاضاءة فيها كويسة او اللي هي الناحية اليمين، وفي مناطق مش كويسة يعني كاد انت مش شايف اصلا الكلام هنا ناحية الشمال. فالثريشولد العام البسيط اللي هو احنا شفناه المرة اللي فاتت يتطبق على الصورة دي، لا مش هطلع نتائج كويسة خالص. طب ايه الادابتيف بيحل لنا المشكله دي ازاي؟ الادابتيف بيقسم الصوره لريجيونز اللي عامله زي اللينير كده، زي اللينير فلتر زي انا شرحتها لك في الاول خالص لو انت ايه فاكر شويه، اللي هو اللينير او هي اشبه بالنون لينير اكتر، لان اللينير ايه قصدي الادابتيف بيعمل ايه، بيمشي على الصوره بفلتر كده فاهم، و على حسب نوع الفلتر. يعني مثلا في من انواع الادابتيف في المين اللي هو المين سي والجاوسن سي. المين ده بيعمل ايه؟ بيقسم الصوره ريجيونز كده فاهم، وكل ريجيون بيجمع البكسلات كلها ويقسمها على عددها. يعني مثلا لو انت مثلا ايه خلينا مثلا ايه الريجيونز دي احنا هنديها كبرامتر لداله الادابتيف، ان مثلا الريجيون بتاعك يكون 3 في 3 فايه، فهي هياخد 3 3 لا 3 في 3 الفلتر 3 في 3 ويمشي على الايمج كلها، مش هيمشي ايه بيكسل باي بيكسل، لا مش هيمشي، لا هيمشي ريجيون باي ريجيون اللي هو 3 في 3 هيقسم الصوره ايه 3 في 3 مش 3 في 3 مش عارف اشرح لك ازاي. يعني ايه تعالى كده ايه نشوفها، هيقسم الصوره كده. يعني مثلا انا قلت له ايه انها 3 في 3 فدي هتبقى ايه 3 في 3 كده فاهم، بعد كده هيبقى 3 في 3 الناحيه الثانيه كده، مش هيمشي بيكسل باي بيكسل، لا هيقسمها كده 3 في 3. كل ما انت بتكمل مثلا في فلتر مثلا قلنا مثلا 10 في 10 فهيقسمها كده فاهم، هيقسمها كل 10 بكسلات مثلا في الطول وكل 10 بكسلات في العرض فهيقسم الصوره كده. بعد كده هيروح عامل ايه، هيجمع البكسلات دي كلها ويقسمها على عددها فاهم، والبكسلات اللي في الريجيون دي الوسط الحساب اللي طلع ده هو ده قيمه الثريشولد ده المين. فالبكسلات اللي هي اكبر من المين دي هي اللي هتتحط ابيض، واللي اقل من المين هتتحط اسود. فهو ده المين سي اللي بيعمله حاجه هي اشبه باللينير كده باللينير فلتر، او هي مش اشبه، هي نفس اللينير فلتر بس بيحط عليها قيمه، القيمه اللي طالعه ما بتتحطش في البيكسل في بيكسل معينه، لا دي بتبقى ثريشولد للبكسلات اللي في الريجيون كلها. وفي طبعا في الجاوسيان سي، الجاوسيان سي اللي هي بدل ما بيكون الوسط الحسابي بيجمع البكسلات كلها ويقسمها على عددها، لا بيحط الكيرنل بتاعت الجاوسيان سي ويضربها كلها في الـ في الـ في البكسلات كلها، والقيمه اللي تطلع دي تبقى الثريشولد بدل ما تتحط في الـ البكسل. لو احنا بنستخدم الجاوسيان كيرنل لا دي بتبقى الثريشولد للبكسلات اللي في الريجيون كلها. ممكن انت تقرا برضو عنها هنا، جايب لك هنا مثال اهو، ان صوره هنا الاضاءه فوق كويسه والاضاءه هنا مش كويسه، فبالثري شولد العادي هتبقى كده وبالمين ثري شولد هتبقى كده وبالجاوسيان هتبقى كده. طبعا في حالات الجاوسيان فيها بتنفع والمين برضو في حالات برضو بتنفع. يعني هنا مثلا في المثال ده الجاوسيان افضل شويه من المين. هنشوف دلوقتي ازاي نطبق الحاجات دي. نقفل كده دلوقتي، نقفل دي كده امجو سي في، بنقرا الايمج بتاعتنا فاهم، بعد كده بعمل لها ريسايز. برضو زي ما انا قلت لك يفضل ان انت ما تعملش ريسايز في اول العمليه، يفضل ان انت تعملها في اخر عمليه خالص لما بتخلص عمليات تكبر الصوره. لكن هي يعني ما بتفرقش معايا قوي، مش فارقه دلوقتي خالص، يعني انا مش شايف اختلاف في الادابتيف لا في الريسايز، والريسايز هنا الهوية نفسها تقريبا. لكن في عمليات تانية لا بتتطلب منك ان انت ما تعملش اي ريسايز للصوره قبل العمليه. بعد كده ايه بطلع جراي، باخد نسخة من الايمج بتاعتي بطلعها كجراي، شيل دي كده. بعد كده بقول ايه cv invoke.adaptive thresholding،
بقول له هنا خدها، هاخد الصوره اللي عامل عليها عمليه في اللي هي الصوره اللي في الجريب، بعد كده هطلع يعني هعدل في الصوره دي برضو اللي هو البارامتر التاني الجري، بعد كده بديله القيمه اللي انا هديها للبيكسل اللي هتبقى فوق الثري شولد اللي هيطلع، بعد كده بديله الداله اللي هيستخدمها في الريجيون في الادابتيف، بعد كده بديله نوع الثري شولد اللي هيتم ازاي، هنا هيتم كباينري. طبعا هنا ثري شولد تايب ادابتيف ثري شولد تايب غير الثري شولد العادي، في هنا لو تلاحظ هنا ان هو ام دوت سي في دوت سي في ان يم دوت ادابتيف ثري شولد تايب دوت مين سي او جاوسيان سي، ممكن تحط جاوسيان سي برضو، لكن الصوره بتاعت اللي انا لسه موريها لك دي الافضل كان ليها المين سي. والبارامتر اللي بعديها هيكون ثري شولد تايب اللي هي القيمه اللي هتبقى اكبر من الثري شولد في الريجيونز، هتبقى باينري هتتحط 255 ولا هتبقى اي ان في، يعني هتبقى صفر في الاي ان في ولا ترانك ولا ايه، ده انت تحدد بقى اللي انت عايزه. 1 2 3 4 5 سادس بارامتر اللي هو الريجيونز اللي هو الرقم 11 ده اللي احنا هدينه 11، ده اللي هو هيقسم الصوره كم منطقه، 11 في 11 و11 في 11 و11 في 11 وكده، احنا عايزين نقسمها 11 في 11. اخر بارامتر بقى معانا اللي هو الكونستانت، ايه الكونستانت ده بيتضاف على الثريشولد، يعني مثلا ايه احنا هنا قلنا اللي هو الكونستانت مثلا خليه 4، الثريشولد اللي هيطلع احنا عايزين نضيف عليه 4، يعني مثلا لو الثريشولد مثلا في ريجيون معين طلع 5 فاحنا نضيف عليه 4 9، ده بيعمل ايه؟ ده بيحسن شويه في الفيوتشرز اللي هتطلع، ده بيقلل في النويز او الحاجات دي اللي بتطلع. طبعا كل ما انت عامل ايه، عامل زي ان انت بتكبر الثري شولد او بتقلله، انت ممكن تحطها برده بالسالب لو انت عايز تقلل الثري شولد شويه، مثلا لو خليها مثلا صفر في الاول كده اوريك الفرق. احنا طبعا بنعرض الايمج والجراي، اهو دي الصورة الاصلية ودي الصورة. تعالى كده ايه مثلا نكبر شوية الثريشولد، نخليه 4 مثلا، هيجيب لنا فيتشرز اقل، هي اقوى فيتشرز في الريجيونز. خلي بالك كل ريجيون مختلف عن اللي فيه، يعني مثلا ايه لما انا قلت لك الادابتيف بيلف على كل ريجيون ليه ثري شولد بتتحط فيه، هو ده الادابتيف بيعمله. طبعا هتطلع لي صوره محسنه كتير، يعني طبعا يعني في شويه نويز هنا صوت شويه بس مش هتضر قوي. طبعا انت اكيد هنا مش شايف خالص الكلام، لكن بعد الادابتيف شايف كلام مظبوط خالص اهو. فبس هو ده كان الادابتيف، تقدر ترى عنه برضو في الاوبن سي في هنا في الموقع اللي انا لسه شايفه لك دلوقتي، عشان تعرف يعني حاجات اكتر عن الادابتيف ثري شولد. انا بشرح بس باختصار، بس يمكن انت يعني ايه اقطع شويه في الكلام، انا اسف، بس يمكن انت مش فاهم حاجه. لو انت مش فاهم حاجه ومعصلجه معاك يا ريت تروح للموقع تفهمها، لو عصلجت معاك خالص يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله على سؤالك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.